السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف مواقع كليك أب، وموقع لتنظيم المشاريع وتنظيم المهام. دلوقتي أقول له أنا عايز أعمل نيو سبيس، فبيقول عايز تسميها إيه مثلا، وليكن باندا نيكست. بيقول اختار رمز ليها أو لون ليها، فتقدر تختار لون أو تختار شكل كده ليها. اقول له نيكست. طيب دي ورك سبيس بابليك، هتشارك مع ناس ولا هتبقى برايفت، وممكن تحدد ناس معينه تخش معاك. طيب هقول له خليها برايفت. نيكست. طيب انت عايز لما تشتغل عليها تبقى كاستم ولا عايزها نورمال ولا عايزها كامبان، حط فيها الكامبان. ولا تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز سكريم تبدا تشتغل عليها. تمام، ممكن تضيف ستات زي ما انت عايز، ولما تغلق هتبقى اسمها كلوز. وكل واحدة من دول تقدر تعمل لها رينيم وشينج للكالر اللي انت عايزها. طيب انيبل كليك ابس. تمام، ممكن تقول له انا عايز مثلا سبرينج، يبدأ يقسمهم لك مثلا تايم وورك. تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تضيفها. نيكست. ديفولت سيتنج، ممكن عايزين مثلا حتى كاليندر اكتيفيتي مابس. طبعا ما تحطش غير الحاجات اللي انت محتاجها، يعني ما لهاش لازمه ان انت تضيف حاجات وانت مش هتستخدمها، بالعكس ده هيعمل اهدار الوقت التشتيت. فبيقول كل حاجه ده الاسم اهوت، الافاتار اللي انت عايزه، شيرد ويز، ممكن تضيف ناس تانية، كريت سبيس. بيقول لي انت الليمت بتاعتك 5 سبيس، تعديت ديت. تمام، طيب هي دي الفكرة، ان انت تعمل سبيس. انا عملتهم قبل كده، بحيث ان انت السبيس هتبقى فيها بقى ان انت تبدأ تحط بقى بورد، تبدأ تحط مثلا تايم لاين بالشكل دوت، السبيس بتاعتك اهي بالتواريخ والمهام والحاجات دي كلها، وتقدر تسحب بالشكل دوت بسهولة جدا. تقدر تختار كل حاجة هتبقى موجود دلوقتي بتاعها من امتى لامتى وهكذا، وتقدر طبعا تشوفها بأكتر من شكل، ده مثلا بالدايز، طب بالويكس. تمام، طب عايزها مثلا بالشهر وهكذا. تقدر تضيف حاجات كتير جدا، مابس، مايند ماب وهكذا. هنبدأ نشوف الحاجات دي كلها بالتفصيل في الدروس القادمة بإذن الله. حاجات زي كده اهيت، تلاقي كل العناصر اللي انت تقدر تضيفها، وتقدر تضيف حاجات تفصيل أكتر زي ما انت عايز.